ولنقاش التوسع الإيراني في المنطقة وتصريحات ملك الأردن عن مخاطر انتشار الحرس الثوري الإيراني على الحدود السورية الأردنية، ينضم إلينا عبر سكايب من الدوحة الكاتب الصحفي السيد سمير الحجاوي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. لطالما حذر ملك الأردن عبد الله الثاني من التمدد الإيراني في المنطقة، لكن كيف يمكن قراءة تصريحاته الأخيرة؟ التصريحات الأخيرة تعبر عن القلق الأردني تجاه التغيرات التي تجري في الساحة السورية. الساحة السورية الآن أصبحت ساحة معقدة وساحة هشة في نفس الوقت، ومصدر هذه الهشاشة أن نظام بشار الأسد لا يسيطر على الساحة أو المواقع التي يسيطر عليها والمناطق التي يسيطر عليها بقدراته الذاتية، وإنما يسيطر عليها بدعم من إيران ومن حزب الله من الميليشيات الشيعية، وأيضا على رأس وفوق كل هؤلاء روسيا بقوتها الضاربة. بالتالي لطالما تعبر الأردن عن قلقه من وجود هذا المد الإيراني والمد الشيعي أيضا، ليس فقط المد الإيراني، على حدوده الشمالية، وهو دائما قلق اتجاه هذا الأمر، وقلق أيضا من التواجد الإيراني حتى والنفوذ الإيراني في العراق، وهذا ما عكسته تصريحات ملك الأردن مرارا وتكرارا بطبيعة الحال. نعم، يعني هناك وضوح في الموقف الأردني أن الوجود الروسي كان مصدر تهدئة في المنطقة وخاصة على الحدود الأردنية السورية، ولكن من المتوقع كما نقرأ في تصريحات الملك الأردني أن يكون الوجود الإيراني مصدر تهديد للأردن ولغيرها من الدول. لطالما اعتبر الوجود الإيراني تهديدا ومصدرا للقلق ومصدرا للاضطرابات، لم يشعر الأردن قط بالراحة لوجود الإيرانيين ووجود وكلائه كما سماهم الملك، حزب الله والميليشيات الشيعية العراقية والأفغانية والباكستانية وغيرها في سوريا. فكيف والحال الآن كيف إذا هذه الميليشيات وهذه القوى أصبحت على تماس مباشر مع الأردن عبر حدوده الشمالية؟ روسيا فقط أكمل هذه النقطة حتى يكون الموضوع مكتملا. روسيا دولة عظمى تفهم قواعد اللعبة. روسيا تبحث عن مصالح في سوريا، وهذه المصالح لا تحدد الأردن إيديولوجيا ولا تهدده بالتوسع أو غير ذلك، في حين الوضع مع الإيرانيين مسألة مختلفة جدا، لأن الإيرانيون دائما يتوقون إلى التوسع في كل المناطق. طيب، سبق وأن هددت إيران على لسان قائد القوات الجوية الإيراني الذي قال إن على الأردن إخراج القوات الأمريكية وإلا فإن إيران ستخرجهم بالقوة. هذه التصريحات إلى أي مدى يمكن فعلا أن تؤدي أو تدفع إلى تشكيل تكتل إقليمي أكبر غير معتمد على أمريكا بشكل مباشر كما أشار الملك الأردني؟ لا أعتقد أن شوف يعني تصريحات الملك الأردن كانت واضحة. ملك الأردن لم يقل تكتل إقليمي منفرد، ولكن قال تكتل إقليمي بصوت واحد للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أمر مختلف. لماذا؟ لأن قراءتي الشخصية لتصريحات الملك أنه يريد أن يوحد مواقف جميع الحلفاء في صوت واحد أو ضمن إطار واحد للتعامل مع الأمريكيين، لأنه واضح أن الدول العربية أو الأنظمة العربية كل نظام فيها يتعامل مع الأمريكيين بحسبة مختلفة، والإيرانيون أذكياء جدا في التعامل مع هذه التناقضات، هم يلعبون مع هذه التناقضات. التهديد الوضع في الأردن ليس أولوية إيرانية للأمانة. إيران هي الآن لديها العراق والتي تعتبره يعني المكسب الكبير، ثم هناك الحرب الدائرة في سوريا وهي الحرب الإيرانية بالدرجة الأولى، ثم بعد ذلك هناك الساحة الثالثة وهي ساحة لبنان، وهي ساحة متقلبة خصوصا بعد الاصطفافات الجديدة التي جرت في لبنان
الانتخابات، وهناك الساحة الرابعة بطبيعة الحال وهي الساحة اليمنية. فلا أتصور، ربما يعني وإن كان يعني الجنون طبع في السياسة، ولكن لا أتصور أن إيران تريد أن تضيف إلى المواقع التي تلعب فيها دورا الأردن وأن تهدد استقراره. أتمنى أن تكون هذه القراءة صحيحة، ولكن يعني على الأقل أجدها أقرب إلى الصواب، مع أن كل شيء ممكن. نعم، أشكرك جزيلا عبر سكايب من الدوحة الكاتب الصحفي سمير الحجاوي، شكرا لك.